بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الابيسود اللي فات يمكن نكون اتكلمنا عن كاستمايز والتول اللي مجموعه الادوات اللي بتدي هاني الخاصيه كاستمايز عشان ابتدي اعمل كاستمايزيشن في اليو اي في اليوزر انترفيس تبع الموقع اللي انا عايز اصممه. الجانب الثاني عن الامتداد للكاستمايزيشن يا جماعه، احنا عارفين ان احنا اساسا الابيرنس كله بيحكي في مجموعه الادوات اللي بتخليك تعمل كنترول في المظهر بتاع الموقع. واحده من ضمن الادوات اللي بتخليك تعمل كنترول في الواجهه بتكون الويدجتس، اسمها ويدجتس. ها ويدجتس، واخد بالك ان الويدجتس دي بمنتهى البساطه عباره عن ايه؟ مجموعه من البلوكس، يعني مجموعه من البلوكات. البلوكات دي بتبقى عباره عن وحدات برمجيه جاهزه، انت ما بتبقاش محتاج انك تكود عليها، بالعكس انت هي بتبقى بلوكس جاهزة بتحاول تسحبها وتحطها في اماكن معينة. الاماكن دي طبعا بتختلف على حسب الثيم، على حسب التمبلت اللي حضرتك مطبقه وناوي تشتغل عليه. وبعد ما تبتدي تحطها تبتدي تحاول تملى الكونتنت بتاعها بما يتناسب معها. جميل المفهوم، بس الاجمل ان احنا نحاول نطبقه بشكل عملي. لو انا برضو انا وشغال على الثيم تبعي اللي هو 2011 ده، او تقريبا نفس الثيم نفس الثيم اللي احنا كنا شغالين عليه من بدري، ورحت ضغطت على ويدجتس بيقول لي بص يا سيدي انت عندك حاجه اسمها افيلابل ويدجتس. يعني ايه؟ يعني الويدجتس المتاحه، الوحدات البرمجيه المتاح انك تطبقها في الثيم ده، ها افيلابل. وبيقول لي بص انت عندك الشاشه دي مقسومه نصين، الويدجتس اللي على الشمال العمود ده او العمودين دول فيهم الويدجتس اللي زي الاركايف والاوديو والكاتيجوري كالندر وغيرها من الامور دي، والناحيه الثانيه بتكون عباره عن ايه؟ بتكون عباره عن الاماكن المتاح اني اسحب الويدجتس فيها. يعني ايه؟ يعني هو بيقسم لي الثيمز المجموعه من الاماكن، والكلام ده بيكون موجود في حتى في الصور. يعني كل ثيم فورد بريس بيبقى له هيكليه او ستراكشر كده، يعني المكان ده اسمه كذا، المكان ده اسمه كذا، المكان ده اسمه كذا، فانت ممكن تسحب مثلا شريط مش عارف ايه على المكان ده ويشتغل معاك عادي. دولت انها تمام كده. يعني مثلا عند الثيم ده عندي المين سايد بار، وعندي الفوتر اريا 1، وعندي فوتر اريا 2، وعندي فوتر اريا 3. يعني انا وعندي حاجه اسمها الشوكيز سايد بار، ده مش هنحكي فيه دلوقتي. طيب انا كده عندي تقريبا مجموعه من الاماكن اللي ممكن اسحب فيها وحدات برمجيه معينه. طيب جميل، خلونا نطبق الكلام بشكل عملي والامور هتتفهم ان شاء الله باذن الله. هناخد مثلا اول 6 ويدجتات في الابيسود ده ونكمل الويدجتس الباقيه في الابيسود اللي جاي، ونحاول بيها برضو نفهم تطبيقا بشكل عملي يعني ايه ويدجت. لو انا مسكت مثلا ويدجت من ضمن الويدجتس اللي اسمها اركايفز، طيب الاركايف ديت بيقول لك دي بمثابه ارشيف، حتى من اسمها اركايف يعني ارشيف، وده بمنتهى الوضوح عباره عن ويدجت مسؤوله عن انها تحاول تعمل لك تلخيص او ارشيف لكل البوستات اللي انت عملتها بتخطيط شهري. وانت وبتكتب البوست ووردبريس بيعمل تراكنج على التاريخ، فبالتالي بيعرف كل بوست اتكتب امتى. بمجرد ما ان حضرتك تدرج الاركايف ويدجت راح تدرج آلية بتحاول فيها تنظم تواريخ انتاج البوستات بتاعتك بالشهر. ها واضح دي؟ طيب نشوفها بشكل عملي. خليني اسحب الاركايف. ها يا جماعه بمنتهى البساطه بتمسكها بايدك وتسحبه القاء وتحطها في المكان اللي انت عايزه. يعني ممكن تحطها في المين سايد بار او في الفوتر اريا 2، فوتر اريا 3، فوتر اريا 1، في الشوكيس سايد بار، في اي مكان تبتدي تحطها. تمام كده. بمجرد ما ان حضرتك تسيبها بيقول لك تايتل، والتايتل ده يا جماعه خلينا نشوف طيب تاثيرها ايه كده وبعدين نشتغل. تمام كده. جيد، انا عارف ان في بال حضرتك سؤال، طب انا اعرف من فين المين سايد بار والفوتر 1 والفوتر 2 والفوتر 3؟ طيب انا هوريهم لك بشكل لايف دلوقتي. خلوني اعمل سيف وارجع على الموقع، وانا عايزك تاخد بالك من حاجه يعني. تمام، خليني اعمل ريفرش. هي بتشتغل طبعا، ادي اسمها اركايفز من فوق. تمام، دي الويدجت اللي اتضافت.
اها اسمها اركيد، وتحت راح قال لي جون 2017. يعني ايه؟ يعني انا لو ضغطت على الكلام ده هيجيب لي التدوينات اللي انا عملتها اهو، بيقول لي مونثلي اركايف جون 2017، الحاجات اللي انا دونتها في 2017، وانا تقريبا كل ايه تدوينات كانت في 2017، يبقى انا زي عملت ارشيف او تلخيص بالتدوينات، تلخيص شهري بالتدوينات. طبعا انا ما استخدمتش فيها كود وما ابتديتش اعمل ايه ببي اتش بي سيشنز عشان تدور لي والكلام الجميل ده، هو جاست ايه المساله بقت دروب ودراج اداه التول. طيب بالنسبه للطريق للتايتل، التايتل ده عنوان العنوان، يعني خلينا نقول مثلا انا هكتب كلمه، هكتب مثلا كلمه ارشيف واعمل سيف واروح على الموقع واعمل ريلود، هلاقي اني اهو يا جماعه كلمه ارشيف اتغيرت، تبقى التايتل ده النص اللي بيظهر فوق ها بالظبط كده، ربنا يبارك لكم يا رب. الجانب الثاني بيقول لك display as a drop down، لو انا اخترت display as a drop down دي وابتديت اعمل ريفرش هتلاقي ان الوضع اتغير شويه والمساله بقت ايه. هنشوف البريفيو بتاعتها بمجرد ما ان احنا نطبقها، تبقى تبقى بالشكل ده يا جماعه، تبقى زي كومبو بوكس. الكومبو دي فيها مثلا جون واوجست وفيها مجموعه الشهور، وانت اما تختار الشهر بيبتدي يعمل لك فلتره. ده بموضوع ديسبلاي از دروب داون، نشيله كده ونقول طيب شو بوست كاونت. شو بوست كاونت دي هتبان وسهله وبسيطه، طبعا لو انا عملت ريلود هيبتدي يعمل لك ايه كاونتر او عداد اللي هي رمز الثلاثة اللي ما كانش موجود ده من شوية. يعني انت مثلا عندك في شهر جون 3 تدوينات، عندك في شهر اوجست مثلا 2 تدوينتين، عندك في شهر كذا مجموعة من وهكذا يعني. تمام كده، ديت الجانب بتاع القصة دي. طبعا انا خليني اقول شيل دي، وطبعا انت عايز تعملها ديليت بتحاول تعملها ديليت وتعمل سيف. الجانب الثاني خلونا نتعرف بشكل كده عن الاجزاء المكونات بتاعتي. يعني ايه؟ ان انا لو مسكت ديت يا جماعه وشدتها وحطيتها في فوتر اريا 1، وبالمناسبه انت مش محتاج تعمل سيف لان الكلام بيتطبق بشكل تلقائي بمجرد ما انت بتروح، تمام كده؟ ورحت عملت ريلود، فهتلاقي ان الويدجت اركايف اتشالت من مكانها الاساسي واتحطت فين المفروض اهو في الجانب ده. طبعا هي هتقولي طيب هي ما اتشالتش ليه ومحطوطه في السايد بار ده، هقول لك ده في حاجه اسمها افتراضيات، وفي يعني بعدين انا بديك بريف، بديك زي انترودكشن بسيط. احنا ان شاء الله باذن الله هنستخدم ويدجتس تحدد لك ايه يظهر فين يعني، تمام. بس الجانب ادي اركايف هي اتطبقت في الفوتر اريا، يبقى ديت يا جماعه فوتر اريا 1. طب انا لو سديتها وحطيتها في فوتر اريا 2 هتلاقي ان الرمز ده بمجرد ما انه يختفي ورحت اعمل ريفرش هتلاقي ان تقريبا ممكن تكون هي فضلت زي ما هي. تمام، هي فضلت تقريبا زي ما هي. طب ماشي اوكي، خليني اشدها طيب واحطها في فوتر اريا 3 واروح اعمل ريلود. نشوف تأثيرها على فترة، تقريبا هي موجودة زي ما هي. طب ماشي، أنا لو أخدت أركايف مثلا على الأريا 1، أنا يعني هحاول أكررها مرة تانية على الأريا 1 وهكررها مرة تانية على الأريا 2، ده من باب إني بس أحاول أوضح، أنا مش هغير في حاجات كتير، أنا أثبت زي ما أنا كده وأروح أعمل ريلود، تمام كده؟ هتلاقي إني ده أنا كنت مقصده يعني ده الثلاثه بيجوا موجودين بعيدا عن اللي حصل. فانا عايز اوري حضرتك بالظبط هو الفكره فين. لو انا قلت مثلا دي 2، ولو انا قلت مثلا ان دي 1 وانا هغير في دي واروح اخليها 3 وهعمل سيف هنا وهعمل سيف هنا. طبعا ايه لان الموضوع ما طبقش معايا لاني ما دوستش سيف، كان المفروض اني اعمل سيف. فانا اديت لحضرتك زي مثال حي على القصه دي، يعني ادي 1 زي ما هي ودي 2 بقت 2 ودي 3 يبقى ده فوتر اريا 1 وده فوتر اريا 2 وده فوتر اريا 3 وده بيكون السايد بار الاساسي اللي موجود عندي. ده بالنسبه للويدجت الاولاني. طبعا انا الكلام ده فري ان هو يموف ويتحرك، كما انه ممكن يكون اكتر من ويدجت في مكان واحد. يعني ايه؟ لو انا عايز 3 احطها تحت 2 ماشي، وايه المشكله؟ ما في ما يمنع. وعايز 1 احطها فوق ال 3 المشكلة ما في ما يمنع، عادي جدا. وما تنسى طيب انك تسيف الكلام ده لو انت كنت عملت كنترول في الاليمنتس الموجودين جوه دول، لكن على الراجح الكلام كله بيبقى متظبط يعني. وانا اعمل ريفرش هتلاقي ان المفروض ان
الثلاثة بيجوا تحت بعض، دي واحد واثنين وثلاثة بيجوا موجودين تحت بعض وكلهم موجودين في مكان واحد، مجرد في مكان واحد اللي هو فوتر اريا اتنين، اللي هو فوتر اريا اتنين بقى. تمام، اللهم خير. جاي ده بالنسبة لو انا عايز اعمل لهم ديليت، ادي ديليت كليك ونفتح السهم الصغير ونعمل ديليت علشان نفضي المحتوى ده كله. طيب ده بالنسبه للجانب الاولاني. بالنسبه للجانب الثاني، مثلا انا عندي ويت جيت بتعمل لي اوديو ديسبلاي، يعني اوديو بلاير. الويت جيت دي مسؤول عن انها تظهر لي اوديو زي مقطع صوت بالكنترولز بتوعه، اللي هو اللوب والبوس والبلاي والكلام ده. لو انت محتاج انك تظهر مقطع صوت في الصفحه في مساحه العمل او في جزء معين، اقصد في مساحه العمل، انت عرفت القصه بتاعت انك ممكن تعمله انسرتيشن باستخدام الساوند كلاود. لكن لو انت عايز تدرج وبقى في جزء معين من الصفحه، ممكن ساعتها تستخدم الويد جيتس يا جماعه. فمثلا انا همسك الاوديو واحطها على المين سايد بار، هيقول لي اختار لي تايتل، هقول له مثلا صوت، واختار لي ملف، هقول له اد، وانا كنت مثلا رفعت اوريدي ملف صوت قبل كده، وافنش الامر بسيف علشان اشوف البلاير. او حتى بيقول لك ديسبلاي ان اوديو بلاير، ده مسؤول عن ان هو يظهر لك بلاير جوه ووردبريس. ادي حتى احنا اتكلمنا في مساحه العمل عن اهو ان انا ممكن اعمل كنترول في ملف ساوند كلاود وملف فيديو، لكن كبلاير هي يا جماعه اهو ديت القصه. فانت مجرد انك تضغط عليه راح يبتدي يعمل لك بلاي لمقطع الصوت تبعك. اني مقطع الصوت تبعي انا كنت بعمل له فور تيستنج وكنترول بقى في الصوت والاحجام، وبيدي لك زي تايمر على انت كنت فين بالظبط وفي انه دقيقه او الكلام ده. ده بالنسبه للويدجت الثاني. طبعا انا لو عملت ديليت هبتدي يحذفه لي من الواجهه ديت خالص. الجانب الثاني كان الكالندر. لو انا ضغطت طبعا على الكالندر، وده مسؤول عن انه هو يظهر لي نتيجة او تقويم، وهي طبعا ديت حاجة من ضمن الحاجات اللي اكيد الناس اخد بالها منها. فماشي اوكي وانت عارف اني طبعا الايام اللي واخدة الوان ديت الايام اللي اتنشر فيها التدوينات، فالكالندر دي في منها برضو ايه فلترة، يعني مش بس هي كالندر زي كونستنت ثابتة كده، لا هي بتحاول تعمل لك فلترة. لو ضغطت على 4 مثلا هيحاول يجيب لك مجموعة التدوينات اللي اتكتبت في شهر 4. انا عندي تدوين واحدة بس، اسف في يوم 4، عندي بوست واحد بس اتكتب في يوم 4. ديت فائدة الكالندر يا جماعة. الجانب التاني كان الكاتيجوريز. طيب انا لو مسكت كده الكاتيجوريز وحطيتها فوق الكالندر، انت عارف ان موضوع الكاتيجوري وده حكينا فيه تمام. لكن انا لو كنت عايز استخدم تصنيف، يعني انا هكتب لك مثلا هنا تصنيفات وهنا اقول لك اوكي سيف، انت عارف ان الكاتيجوريز ديت مسابه تصنيفات، وسبب ان احنا حكينا عن موضوع الكاتيجوريز والتاجز والفرق ما بينهم وكده. انا كان عندي في الويب سايت تبعي كان عندي كاتيجوري واحد، كان عندي 3 كاتيجوريات تمام كده. حتى بين لو رحت لو طلعت فوق على البوست ورحت على كاتيجوريز هتلاقي الثلاثه دول، او ده اللي ضافوا لي. ضاف لي كاتيجوري اسمها كرييتيف كومنز، وضاف لي كاتيجوري اسمها اي ليرنينج، وضاف لي كاتيجوري اسمها فليبد ليرنينج. ضاف الثلاثه كاتيجوري دول. طيب النقطه الثانيه ديسبلاي از ا دروب داون، وانت عارف ده هيعمل ايه؟ ده هيحوله لي الكومبو بوكس زي القصه اللي حصلت من شويه في الاركايف. الجانب الثاني شو بوست كاونتر، وده بيعمل نفس السيناريو على كل كاتيجوري كام بوست اتجال عليه. الجانب الثالث الشو الهيراركي، الجانب الشجري او التفريع على هرميه. خلونا نجربها علشان موجوده في الليرنينج. انا كان عندنا كاتيجوري ابن من كاتيجوري، يعني الليرنينج كان ابن من الفليب ليرنينج، فعشان كده ديت القصه بتاعت الهيراركي يا جماعه. حتى بدليل خلونا لو انا هنهي الحديث عن اول ثلاثه، يعني مش هكمل على الباقي، على اول اربعه دول. انا هاكد كلامي مره ثانيه على البوست. لو انا رحت عند الكاتيجوريز وهثبت لك اني انا كان عندي كاتيجوري 2 3 يعني انا كان عندي اهو كرييتيف كومنز واي ليرنينج وفليبد ليرنينج. فليب ليرنينج الشرطه دي ديت معناها انها ايه، ان البيرنت بتاع الاي ليرنينج، يعني انها ابن من ايه، من الـ من الـ من الـ من الـ بوست اللي قبل منها. حتى لو انت بصيت وعملت اديتنج ليها كنت هتلاقي انها فليبد ليرنينج، وانها بيرنت كاتيجوري الاب بتاعها بيكون اي ليرنينج. فبالتالي انت عندك تقريبا كده 3 كاتيجوري، وده نفس الكلام اللي حصل، لانها هي
الاب بتاعها اي ليرنينج، فعشان كده دخلت مستوى الجو. دولت مجموعه الكنترولز اللي ممكن نستخدمهم. فالكاتيجوريز ديت انت ممكن لو انت ظبطتها بشكل كويس تحاول تخليها نوع من انواع او طريقه من طرق الانتقال داخل الويب سايت تبعك. لو حاولت تنظم الكونتنت بتاعك لاجزاء معينه، تقدر تدرج ايه، تقدر تدرج كده في مكان معين من الصفحه الويب جيت المسؤول عن الكاتيجوريز، وبالتالي تقدر تنظم حالك. وديت الجانب اللي احنا كنا حابين نقوله يا جماعة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، نأمل الإفادة. كل سنة وحضراتكم طيبين، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم بأمان الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.